موضوع نتالي ياغي اليوم موضوع ما فهمته. اسمعوا شو القاسم المشترك بين الفراز والبصل؟ صباح الخير نتالي. كيفك؟ صباح. شو القاسم المشترك؟ ولا اللون ولا الطعمة ولا محزرتي. محزرتي. لا محزرتي. شو القاسم المشترك بين الفراز والبصل؟ البصل الأخضر ولا البصل العادي؟ لا عم بحكي أنا هون عن البصل الأحمر، يعني الأحمر اللي لونه من برا موف بوردو على احمر. اوكي هلا صار في شو القاسم المشترك؟ ديجا اللون اكزاكتلي exactly. واللون له كثير معاني، يعني وقت اللي بنحكي عن اهميه اللون بالمأكولات خاصه المأكولات اللي مصدرها نباتي، اللون له كثير فوائد وله كثير معاني. يعني بين الفريز والبصل اوكي العلاقه هي البيغمون اللي موجود بيناتهم، اللي هو ذاته هي ماده اسمها انتوسيانين. هالماده هي هلا رح تصير قريبا الستار اوف فايتوكيميكلز، يعني الماده اللي اكثر شيء رح رح يكون لها رهجة، لأنه دراسات هلا كانت أول شيء دراسات إبيديميولوجية، يعني كانوا عم بيشوفوا الأشخاص هلا بيتناولوا هل نوع من العناصر الغذائية شو تأثيرها على صحتهم، وهلا الدراسات عم بتكون على أشخاص عم بيجربوا يشوفوا إذا عطيوهم هالمواد هاي كيف بتحسن صحتهم وبأي مجال فيهم إنه يكونوا يستفيدوا من هالمادة هاي. وين منلاقي هالنوع من البيجمان؟ أكيد هاللون الطبيعي اللي موجود بالخضرة والفواكه موجود بالفريز، موجود بالبصل الأحمر، وهون أكيد نحن بنعرف إنه البصل فيه أنواع بصل. أنا دغري فكرت بالبصل الأخضر عشان هيك قلت لك ولا اللون أو البصل الأبيض. صح. لأنه الفريز إذا شيء بدنا نحطه بالسلطة. أنا أصلاً أعمل سسبنس. إذا بدنا شيء بدنا نحطه بالسلطة بنحط بصل أبيض أو بصل أخضر. بس البصل الأحمر كتير طيب، كتير طيب. يعني فيه طعمة، فيه جوز سكري أوقات ممكن إنه ندخله مش بس بالطبخ بس كمان بالسلطات. دونك البصل الأحمر، العنب الأحمر أو العنب الأسود، التفاح اللي لونه أحمر غامق، يعني في أنواع رغوج مظبوط. الملفوف الأحمر يحتوي على نفس البيجمان، البلوبيري أو الميرتي كمان بيحتوي على نفس البيجمان من هالأنواع، الفرامبواز أو التوت الأحمر اللي بيجي عادة بالصيف، التوت اللي بناكله كمان هلأ قريبا بالصيفية كمان بيحتوي على نفس البيجما. وهول الأنواع من الملونات الطبيعية اللي فيها كتير فوائد، فرجت الدراسات أنه بيساعد للوقاية من أمراض القلب والشرايين يعني بطرق مختلفة. الشمندر كمان؟ الشمندر لا، الشمندر ما بيحتوي، لأنه لونه تقريبا زيت شيء. اللون اللي موجود بالشمندر بيجمان تاني وبحكي عنه بحلقات جاية، منه هو ذاته البيجمان اللي موجود بهالأنواع من الخضرة والفواكه. لكن فوائد هالنوع هاللون هيدا بالأخص هو على مشاكل القلب والشرايين. الدراسات كمان فرجت، ولا رح فسر كيف، فوائده على الميموار أو على الذاكرة، بيحسن من الذاكرة وبيحسن كمان، بيمنع الخلايا الدماغ يشيخوا ببطء أكثر. نعم. يعني الأشخاص اللي بيتناولوا تقريبا 3 حصص بالأسبوع من هالأنواع من الخضرة والفواكه لقوا انه التغيرات اللي بتصير عادة بالدماغ اللي بتأثر على الشيخوخة بتصير بتبطأ أكثر. دونك هيدول اشياء بعتقد كل الناس بهمها انه ما تخطر بسرعة. دونك هيدي من الدراسات اللي أخذت كتير أهمية، خاصة انه كمان ببعض الدراسات فرجت انه بتساعد لتحسين الذاكرة. يعني الأشخاص اللي كان عندهم كانوا يتناولوا حصتين بالأسبوع مش 3 حصص بالأسبوع، لقوا أنه الذاكرة عندهم كانت أحسن وأفضل، والسنتر بالدماغ اللي خصوا بالذاكرة حالته أفضل من الأشخاص اللي ما كانوا يتناولوا هالأنواع. طيب من 3 مرات بالأسبوع، بس قد ايه الكوانتيتيز؟ حصة يعني عم بحكي أنا، حصة يعني حصة من كل شيء أو حصة واحدة بالنهار؟ حصة 3 مرات بالأسبوع، يعني 3 حصص بالأسبوع. فينا نختار 3 أيام بالأسبوع وناخد مثلا مرة كاسة بلوبيري، مرة تانية ناخد فريز، هلأ موسم فريز وأكيد نكدش بصل مثلا. هلأ البصل فينا ندخله كل يوم بأكلنا،
اكيد يعني بس ما فينا ناخذ كوانتيتي منه كمية. فينا نقسمه بالاسبوع. دونك هدول اشياء مهم انه نعرفها، خاصه انه مش بس هالانواع من البيغمون بيحتووا على او بيعطوا فوائد غذائيه للدماغ وللذاكره، بس كمان دراسات فرجت انه سيدات خاصه، هذه دراسة كتير كبيرة نعملت على 18 سنة، لحقوا حوالي 20,000 شخص خلال هال 18 سنة، ولقوا إنه الأشخاص اللي كانوا عم بيتناولوا فوق 3 حصص يومياً من الفريز، عم نحكي هون بس درسوا الفريز، لقوا إنه مشاكل القلب والشرايين عندهم كانت أقل، مش خفت، كانت أقل من أشخاص تانية ما كانت عم تاخد نفس كمية هالبيغمان بمأكولاتهم. إذا واحد عنده ديجا مشاكل قلب وأكل فريز مزبوط، بصح شوي ولا ما بيأثر؟ يعني لازم نبلش أبكر تنتفيدها، بس اذا عنده بروبليم قلب لازم ياخذ. سؤالك كثير مهم، لانه هيدا كان موضوع انترفيو عملوه معي الاسبوع الماضي على راديو مونتي كارلو، عن انه اذا عندنا مشاكل قلب يا هل ترى الفريز بيصححنا. والدراسه كانت عم بتقول انه اذا اخذنا 5 حصص فريز يوميا ممكن هيدا انه يساعد لمشاكل قلب وشرايين. يا ريت فينا نقول هيك، يعني انا ما فيني بعد استنتج اقول انه انا اذا عندي مشاكل قلب وشرايين اذا اخذت 5 حصص من الفريز رح صح، اكيد لا، لانه نحن بنعرف انه مشاكل القلب والشرايين هي اكبر من هيك بكثير، هي نمط حياه، هي نظام غذائي متكامل. هلا اكيد الفريز بتساعد، اذا اكلنا سحر فريت وفوقه اكلنا فريز ما رح نستفيد يعني، بدنا نعمل اكيد لازم نعمل توازن باكلنا. النظام الغذائي بالاضافه لهالمواد الانتي اوكسيدانت اللي موجوده بهالفريز اكيد بتساعد، بس كمان لازم نكون عم ننتبه على نظامنا الغذائي. فإذا ننتبه ما ناخد الدراسات كخلص نطبقها نقول خلص أنا محمي من هالمشاكل هاي. أكيد وقت اللي بنحكي عن تناول هالمأكولات هني عنصر من عناصر تانية لازم نحن نتوقعها، مزبوط نستفيد منها. أكيد دراسات بتفرجي، أول مرحلة من الدراسات بتفرجي شيء، بس نقدر نحن نقول إنه هو هيدا السحر وهيدا الدواء اللي لازم يساعدنا، اكيد ما فينا نعمل هالاستنتاج. ولكن بيساعدوا للوقايه، وهون اهميه التغذيه بالوقايه، يعني ما ننطر تيصير عندنا مشاكل تنبلش ننتبه على نظامنا الغذائي، لازم نعمل وقايه. والمفعول احسن اوقات بيكون وقت اللي نحن بنتجنب بعض المأكولات وبنحسن نوعيه اكلنا قبل ما يصير عندنا مشاكل. اصلا كل عمرنا لازم ننتبه، يعني بعد نصائحكم عم نتعلم كل يوم ناكل هيلثي ببيوتنا ونطبخ هيلثي ونطعمي هيلثي لاولادنا، تهني كمان يتعودوا يعيشوا على هالنمط، لانه بالزمانات ما كانوا كثير ينتبهوا على هول القصص. مزبوط. نتالي رح ناخذ سوا وقفه بنرجع منتابع بالانس. نرجع لكم منتابع موضوعنا، ولكن عندنا اتصال ناخذه قبل. الو الو بونجور. بونجورين، تفضل. جوزيف خوري عم بحكي. تفضل، اهلا وسهلا فيك. اذا واحد اكل شمندر بغير لون البول؟ هيدا السؤال. اوكي اوكي مزبوط، الشمندر بيحتوي على مواد ملونه بتمرق بتوصل على البول، في كثير اشخاص بخافوا بيفكروا انه عندهم يمكن دم بالبول، الشمندر بيضل يعطي هاللون هيدا للبول وحتى كمان للخروج، دونك ما لازم نخاف. مزبوط. لكن والبيجمون الموجود بالشمندر برجع بذكر انه منه هو ذاته اللي موجود بالفريز مزبوط، هو بيتانين غير نوع كليا. وبحكي عنه اسبوع الجاي الله راد، كمواد مهم انه نعرف عنه، بس كمان كثير مهم اذا اكلنا لكن كنا عم نحكي عن هالماده الموجوده بالفريز، موجوده بالبصل الاحمر، موجوده كمان بالتفاح، موجوده مش اكيد كل انواع التفاح، بالملفوف الاحمر بالبلوبيريز بيحتوي على نسبه عاليه. هلا السؤال هو يمكن كيف بدنا ناكله، بناكله طازه او مش دائما موجود؟ كم بدنا نسالك هيدا السؤال، اذا غسلناه
بعد قد ايه وقت من الغسيل بعد ما نغسله لازم نتناوله وهول القصص، يعني قد ايه بيأثروا من الفوائد؟ صح، كنا عم نحكي عن الفوائد انه بيفيد كوقايه للذاكره، بحسن الذاكره وبحسن كمان شيخوخه الدماغ، بحسن كمان بيساعد على الوقايه من مشاكل القلب والشرايين، وكمان بيأثر ببعض الاحيان على انخفاض نسبه الضغط عند بعض الاشخاص. هلا كيف بدنا نتناول؟ ونحن وقت اللي بدنا ناكل عاده هالانواع من الفواكه او الخضره كثير مهم انه تكون طازه، يعني كل ما كانت الخضره طازة كل ما كانت أفضل. نحن وقت اللي نغسل أكيد ما بنكون عم نفقد هالمادة هاي، بس وقت اللي بنترك هالفواكه مثلا الفريز وقت كتير طويل بالبراد أكيد نسبة هال بس يجعلك وهيك بيكون خلص أكيد. هلا يمكن تقولي لي كمان البلوبيري مش دايما متواجد، الطريقة اللي ممكن إنه تفيد تنضلنا باستمرار ناخد هالأنواع من الفواكه والخضرة نفرز، هي إنه يا نفرز أو نشتريهم مفرزين، وصار موجود هلا بلوبيريز بالسوق، موجود صح فريز مفرزين، والمنيح بالخضره والفواكه المفرزه انه هن عاده بيقطفون ودغري بيفرزون، دونك الفيتامينات بتضل اكزاكتلي، والملمس تبعهم لانه بيكونوا مجلدين كثير بيفيدوا، تنقدر نحضر سموذيز نزيد عليهم لبن مثلا او حليب كرمي، وهن التكستشر تبعيتهم لانه مثل الثلج بتساعدنا انه نعمل اشياء مسقعه مشروبات مسقعه، واكيد ريفريشينج. كان جاي الربيع رجعنا سقعنا هلا اكيد الربيع وصل. وانا اكيد انه هلا راد بنصير نفكر نعمل اكثر يمكن اشياء مسقعه كرمالتها ندخل هالانواع من الفواكه، خاصه وقت اللي بنحكي عن التوت، وقت اللي بنحكي عن الفريز او حتى البلوبيريز. هلا التوت بما انه عم نحكي عن التوت عاده نحن بناخده يا طازه وفترته كثير قصيره او بنعمله شراب التوت. شراب التوت اكيد بيخسر سكر، غير انه بيحتوي على سكر بيخسر شوي من فوائد هالماده هاي اللي هي انتوسيانين، بس بضل في نسبه، يعني نسبه الانتوسيانين بكبايه توت شراب التوت اكيد اقل من اذا اخذنا كاسه توت احمر عم بحكي او لونه غامق مش الابيض، اكيد بنكون عم نستفيد من هالماده هاي بس بكميه اقل وقت اللي بناخده كشراب التوت. رح ناخذ اتصال. الو الو، انقطع الاتصال. انقطع الاتصال. لكن قديش لازم ناخذ؟ لازم ناخذ تنعمل وقايه جيده من مشاكل القلب والشرايين، من شيخوخه الدماغ او حتى تنحسن الذاكره، لازم نتناوله على فتره طويله حوالي 3 حصص اسبوعيا من هالمأكولات هاي. الحصه هي كاسه فريز، هي كاسه بلوبيريز، هي كاسه توت، عم نحكي نحن 3 مرات بالاسبوع، عم نحكي حوالي الكوب من الملفوف الاحمر، وهيدا يمكن نوع من الخضره مش معودين كثير نشتري لازم ندخله بالسلطات، لازم ندخله حتى وقت اللي بنعمل يمكن دجاج مع خضره، بيلبق كثير مع الاكل الصيني كمان بيلون الطبخه، وفي كثير استعمالات ثانيه ببقى بحكي عنها الاسبوع الجاي للملفوف الاحمر، لانه بيفيد كثير، والكميه اللي نحن بحاجه لها هي منا كثيره، يعني كوب اذا اخذنا كوب مره كوب ملفوف مره بصل احمر دائما دخلنا بالسلطه، وانا بركز على البصل لانه فيه غير فوائد غير هالانتوسيانين اللي موجوده فيه، اخذنا مرتين بالاسبوع يمكن فواكه حمراء بنكون غطينا هالاحتياجات اللي نحن بحاجه لها. واللي مهم والاكثر من هيك مهم هو استمراريه تناول هالمأكولات، يعني ما نقول اسبوع اسبوعين ونوقف، لا، تنقدر نستفيد من هالماده هاي لازم نكون عم نتناولهم بطريقه مستمره على القليله لفتره 3-4 اشهر تا عن جد نقدر نلاقي نتيجه. اكيد الدراسات اللي عم بتصير رح تساعد انه يكون عندنا كميه اكثر سبيسيفيك لهالماده. خلص وقتنا نتالي، نرجع بنشوفك بكره ان الله راد. بكره انا اكسبشنال ما رح اكون معكم، اسبوع الجاي ان الله راد نهار الخميس. اوكي ثانك يو نتالي. مشاهدينا وقفه ومنتابع لايف.